بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الأعزاء، نظام الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات الفرقة الأولى مادة دروس العمليات. يسعد الأستاذ أقدم لكم مادة دروس العمليات. عندنا ثلاث أبواب: البرمجة الخطية باستخدام الإكسل، المزج المنهج باستخدام الإكسل، المزج التخصيص أو التحميل باستخدام. طبعا بالنسبة للبرمجة الخطية، إحنا عارفين إن أسلوب البرمجة الخطية أحد الأساليب الرياضية اللي بتديني الحل الأمثل لمشكلة ما يمكن وضعها في صورة نموذج رياضي. أي مشكلة حضرتك هتحطها في صورة نموذج رياضي، يبقى حضرتك هتحلها بالأسلوب البرمجي الخطية، وبالتالي هوصل بيه لحل أمثل. من ثلاث أجزاء: الجزء الأول دالة الهدف، ودالة الهدف على النوعين، النوع الأولاني تعظيم بنسميها ماكس، وبنستخدمها للأرباح. النوع الثاني بنسميه تخفيض، أو بنسميها ميني، بنستخدمها للتكاليف. المثال دوت هستخدمه معايا ازاي احول مشكله كلاميه الى نموذج رياضي. كده انا عملت دائره الهدف، القيد الاول والثاني والثالث، كل قيد دي ماكينه معينه وخط انتاج معين. خلي بالك هنا اصلا بيساوي الثلاث قيود، لان الطاقه القصوى بتاعت المكنه ما نقدرش نتجاوزها، ممكن نشتغل بطاقه قصوى واقل من شكلها كده. الجزء الثالث كان ان انا كتبت كونستنت اللي هو قيد عدد السلبيه، وجميع الموجودات اللي بتكون زيرو او وده شكل النموذج النهائي بتاعي. لو خدنا المثال دوت، ده مثال تاني، عايزين نخفض التكاليف الوجبات. فأول تخفيض التكاليف، سعر الوجبة في عدد الوجبات من النوع الأول زي سعر الوجبة في عدد الوجبات من النوع التاني زي سعر الوجبة في عدد الوجبات من النوع التالت. القيد الأولاني إن هو إجمالي وزن الوجبات يجب أن يساوي 100، كلمة يجب أن تساوي الحد الأدنى للكالسيوم كان 8%، فكانت هتبقى اكبر من يساوي، والحد الاقصى للكالسيوم كان 1.2، يبقى اكبر من يساوي 8، اصغر من يساوي 1.5. البروتين على 22% يبقى اكبر من يساوي، الارياف على الاقصى 5% يبقى اصغر من يساوي، وكده على يساوي كده في شكلها النهائي. وانا هنا الهدف بتاع التخفيض عشان احدد منطقه الحلول الممكنه، اذا كانت العلامه اصغر ليه يبقى المساحه اسفل، المظللة هي منطقة الحل الممكن. القيد بتاعي يبقى عبارة عن خط رأسي يبقى شمال، وخط طول أصغر عبارة عن القيد بتاعي يبقى خط مستقيم يبقى تحت الخط أصغر. الخط بتاعي يبدأ من الربع الثاني، فأنا بتجاهل الجزء اللي خارج الربع الأولاني، فبتبقى في قيد على السلبية، واخد المساحة المظللة تحت الخط عشان أصغر منه، وداخل الربع على الخط وداخل الربع الأول أكبر. بنسميه قيد حالة خاصة، إذا كان إكس 2 أو المعنى الأفق السوري عفوا المعنى الرأسي له إشارة سالبة، يبقى القيد دوت أصغر من يبقى فوق الخط عكس الطبيعي وأكبر عشان إكس 2 بالسالب أو المعنى الرأسي. إكس 2 هنا بالسالب فوق الخط يبقى أصغر. المشكلة دي استعرضنا واحدة زيها، بس كان عندي ثلاث منتجات، هنا شكل تقريبا اثنين بس، أعبر عن المشكلة في الشكل الأولاني. حطيت المشكلة دالة هدف، مجموعة القيود، وقد عدم السلبية. عملت اكس 1 بتساوي 0 عشان اكس 2، اكس 2 بتساوي 0 عشان اكس 1. حط المساحة مظهر طاقة اسفل جميع القيود زي ما انت شايف، دي بنسميها منطقة الحل الممكن. النقطة او، النقطة اي، النقطة بي، النقطة سي، دي نقط تقنية بجيب الاحداثيات بتاعتها. اختار اكبر ربح اللي هو هيبقى النقطة دي، أكبر ربح ممكن 3180 عند إنتاج 18 جرام إكس 1 وإنتاج 8 جرام إكس 2. طبعا اللي يهمني في الجزء ده إزاي أحول مشكلة لي النموذج بتاع الإكسل، لأن إحنا المفروض نستخدم الأنسنة ما هي باستخدام الإكسل.